من قناة أم سماح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنقدم لكم واحد السلطة أو مقبل كتشكال باردة أو سخونة، مكوناتها موجودة في كل بيت. هي مفيدة للصحة لأنها الفلفل المعروف أنه يحتوي على الحديد والثوم فوائد معروفة ديالو، كما أن زيت الزيتون هو معروف فوائد ديالو، يعني سلطة صحية. تابعوني إلى آخر الفيديو باش تشوفوا المكونات والطريقة إن شاء الله. لهذه المقبلة ديال اليوم غنحتاج كما كتشوفوا الفلفل الأحمر، الليمون الحامض، الثوم، المعدنوس ماشي الخز، المعدنوس والبزار، الكمون والملح وزيت الزيتون. وبقاو معايا حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة إن شاء الله. الفلفله شويناها وخشرناها، ها هي كنا لازم تشرى. دابا غنقطعوها هاد الطريقه، الطريقه الطويله كما كتشوفوا. مقبل يعني في بداية الأكل، بقاو معايا حتى تشوفوا التقليد ديال الطبق ديالنا.
ديالو شربت الثومه وداك البنه ديال الثومه وديال الربيع وزيت الزيتون والليمون الحامض كتجي غزاله. جربوها، كنقدروا نرافقوها مع السمك او مع اي طبق، هي كمقبل او سلطه. نتمنى تعجبكم، جربوها وردوا عليا في التعليقات. وما تنساوش اللي ما مشتركاش معايا تشترك معايا ودعموني، جاتكم الله بخير في القناه ديالي باش نزيد قدام باش نعطي احسن، ما نجيبكم دائما جديد. وجزاكم الله بالخير، والى طبق اخر ان شاء الله او الى فيديو اخر ما تنساوش تفعيل الجرس والاشتراك والتعليق مع الاعجاب. وجزاكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.